مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الناس. لسه مكملين كلامنا عن أحكام صلاة المسافر مع فضيلة الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اللي بنسعد دايما بوجود فضيلته معنا على الهواء. أهلا وسهلا بحضرتك مولانا. أهلا وسهلا بحضرتكم بالسادة المشاهدين. إيه الحكم مولانا لو كانت مدة السفر أكتر من 3 أيام؟ في البداية بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا طبعا السفر سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا ان السفر له احكام خاصة، وهذه الاحكام الهدف منها التيسير على المسافر. صحيح. لان السفر ده غالبا بيبقى فيه مشقة، حتى لو كان في وسائل فيها جزء رفاهية. من الرفاهية والراحة. صحيح. فليه ربما بعض الناس يقول إيه السفر اللي كان فيه مشقة كان على أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هو كان التنقل فيه بيبقى بالدابة وما إلى ذلك، لكن حتى مع وسائل الرفاهية الموجودة السفر فيه جزء من المشقة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن لنا هذه الأحكام بيّن صلى الله عليه وآله وسلم المدة التي يستطيع المسافر ان هو في خلالها يقصر الصلاة. اللي هو القصر معناه ايه؟ ان الصلاة الرباعية هصليها 2، لكن صلاة الصبح ما ينفعش فيها تفضل قصر زي ما هي، ولا صلاة المغرب. يبقى الصلوات التي تقصر اللي هي الرباعية، اللي هي الظهر والعصر والعشاء. طيب المدة بقى لو انا قعدت قد ايه يتاح او يبقى مباح في الشريعة اقصر هذه الصلاة؟ الفقهاء قالوا إن الإنسان لو نوى الإقامة بمجرد ما يصل، يعني أنا مسافر من هنا إلى إسكندرية أو إلى أسوان ونويت الإقامة بمجرد ما حصل هذه المنطقة اللي أنا مسافر فيها ونيت الإقامة هتم الصلاة، يبقى كده ما فيش إيه قصر للصلاة. دي في حالة الإقامة اللي أنا قررت أنا نويت الإقامة إن هي موجودة إن الإقامة في هذا المكان، يبقى كده بمجرد ما حصل للصلاة رباعية زي ما هي. طيب لو إنسان لأ هو مش ناوي الإقامة يبقى كام يوم؟ قالوا 4 أيام بلياليهن، اللي هي نقدر نقولها كام صلاة كده؟ مثلا 20 صلاة، لأن اليوم فيه 5 صلوات، 5 5 5، يبقى كام؟ 20 صلاة. فهم قالوا 20 صلاة. الإنسان لو نوى أكتر من كده لا، يبقى في هذه الحالة هيصبح مقيم من أهل المكان فهيتم إيه الصلاة بتاعته. لا كمان خلي بال حضرتك الأربع أيام دول غير يوم الدخول والخروج، لو أول يوم أوصل في المكان اللي هو ده يوم ما السفر اللي أنا مسافر فيه، واليوم اللي أنا بستعد فيه هسافر أرجع للموطن الأصلي بتاعي. أنا نويت الإقامة يبقى هتم الصلاة، ما نويتش الإقامة يبقى في خلال 4 أيام أنا من حقي أصلي الظهر 2 ركعة والعصر 2 ركعة والعشاء 2 ركعة، وكمان ممكن أجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولكن المغرب إحنا قلنا إيه بدون قصر، يعني المغرب هصلي 3 والعصر والعشاء هصلي إيه 2 في حالة الجمع. طيب النية اتغيرت، يعني أنا كنت رايحة على زيارة أهل أو زيارة شغل وعمل، بعد كده النية تطلبت مني أو الحاجة دي تطلبت مني اللي أنا أزود عدد أيام، في تحولت من سفر مؤقت اللي هي 3 أيام أو 4 ليالي إلى إقامة. في هذه الحالة طالما النية اتغيرت يبقى هو كده أصبح إيه مقيم، يعني أنا مسافر والسفر بتاعي ناوي إن أنا هجلس في المكان ده 3 أيام، وصلت أول يوم وصليت صلاة قصر وتاني يوم صلاة قصر، تالت يوم خلاص أنا غيرت النية، ما وصلناش لليوم الرابع، إحنا كده في تالت يوم غيرت النية إن أنا هفضل في المنطقة دي شهر. في بمجرد تغيير النية يجب علي أني أصلي الصلوات كما هي بدون جمع ولا قصر من أجل السفر، لأنني أصبحت مقيم في هذه الحالة. جميل. طب إزاي تحسب بقى مولانا مسافة قصر الصلاة؟ يعني أبدأ أحسبها إزاي؟ اولا السفر عشان يبقى الانسان مسافر لابد فيه من الشروع. ما ممكن واحد ياخد العربيه بتاعته ويمشي كده شويه بس هو ما فيش نيه للسفر، هو طالع فسحه. فقالوا اول حاجه نيه السفر، نيه الشروع في السفر اللي هي العزيمه اننا خلاص خارج للسفر. الامر الثاني المسافه اللي هي تقدر بكام، قالوا 35 85 كيلو. لو السفر اقل من هذه المده
لا أنا في هذه الحالة لا يجوز لي القصر ولا الجمع من أجل السفر. لو أنا تجاوزت هذه المدة يعني 86 90 100 كيلو وما فما فوق، ففي الحالة دي يجوز له الجمع والقصر من أجل السفر. طيب دلوقتي أنا روحت في الليلة الرابعة خلاص بيتي، هل أقصر برضو الصلاة في نفس اليوم ولا خلاص أنا رجعت البيت وحمد الله على السلامة تمام أبدأ أصلي الفروض عادية بعد ركعاتها الصحيحة؟ يوم الدخول والخروج مش محسوب من ضمن الأيام، فهو مسافر مثلا وليكن هيطلع من المكان اللي هو فيه قبل صلاة المغرب جميل. أو بعد صلاة العشاء، لو هو في الطريق استطاع أن هو يصلي المغرب والعشاء يبقى هو معاه الرخصة بتاعت إيه؟ القصر. يعني أنا مسافر أهو دلوقتي بعد أذان المغرب، المغرب أذن، ففي الطريق رحت أنا واقف وقفت العربية فنزلت صليت، هصلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، وصلت البيت على صلاة الفجر خلاص أصبحت أنا كده مقيم، فهصلي الفجر ركعتين زي ما هم اللي هم كدا لا يتم فيهم تغيير وهصلي الظهر 4 وهكذا لأنني وصلت إلى الموطن الأصلي أو المكان اللي أنا مقيم فيه. أوقات بنلاقي مواقف كده مولانا إن واحد ياخد طريق أطول، يعني الحمد لله دلوقتي عندنا الطرق مختصرة وجميلة، بس أوقات الإنسان ياخد طرق أطول عشان يستفيد من الرخصة، هل تنفع أو تجوز لي صلاة القصر ولا لا؟ يعني هو عنده طريقين، الطريق ده لو مشي فيه مش هيصل إلى المسافة اللي احنا قلناها اللي هي 85، والطريق الثاني ده لو مشي فيه هيصل للمسافة، هذا يسمى سفر طالما النية موجودة وهو شرع في السفر، حتى لو سلك الطريق الأطول من أجل أن يأخذ بهذه الرخصة فهذا عند الفقهاء يسمى سفر، لأنه نوى السفر خلاص وشرع في السفر ففي هذه الحالة من حقه أن يأخذ بهذه الرخصة، إنه يجمع بين الصلوات وإنه يقصر بين الظهر والعصر وما إلى ذلك. يعني مفيش مشكلة مفيش مشكلة طالما تحقق شرط السفر والنية معاه. جميل، استأذن فضيلتك نبدأ نستقبل مكالمات مشاهدينا على الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة أو من خلال صفحة قناة الناس على الفيسبوك. معنا أستاذ حسن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. ربنا يخليك. تفضل. فضيلة الشيخ سؤالين كده. تفضل. السلام عليكم أستاذ الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. الله يخليك يا فندم، ربنا يكرمك. حكم الاستعاذة من الشيطان الرجيم في الصلاة، أنا بعد ما أقول دعاء الاستفتاح أخش على طول بسم الله الرحمن الرحيم على الفتحة ولا أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني حضرتك، في بعض المساجد بيحط حائل خشبي كده عشان اللي يتخطى قدام المسجد ما يقطعش عليه صلاه، دي بس اللي بنحطها في ايه في الوقت اللي هو بنصلي صلاه السنه، لكن في الصلاه الحقيقي بقى اللي هو الاقامه تمام دي، واحد من اصدقائي نصحني قال لا ما تحطش الحائل على اساس كده انت في حائل بينك وبين الامام، مع ان انا بقعد اصلي في اخر الجامع على كرسي، قلت له لا لازم احط الحائل برضه على اساس برضه ما حدش يعدي قدامي يقطع صلاتي، فحضرتك تفيدنا بقى ايهما اصح. تمام، وشكرا جزيلا. شكرا لحضرتك يا فندم. معانا استاذه فوزيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، اتفضلي. لو سمحت يا فضيله، كان عليا ايام من رمضان اللي فات صمت ومن ضمن وصمت يوم ففطرت قبل المغرب بربع ساعه تركت ميه وانا ناسي، هل ليا الاجر على اليوم ده ولا لا؟ كنت في رمضان ولا يوم عادي؟ لا في يوم عادي، بس عليا دين يعني على كان عندي ظروف وايام بصومها عشان الايام دي كانت عليا. طيب هو حضرتك لما شربت قبل المغرب بربع ساعه وانا ناسي، شربتي وانت ناسيه يعني؟ حاضر، شربت وانا ناسي. ماشي، حاجه تانية؟ لا شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك يا فندم. استاذن فضيلتك مولانا نخرج الى فاصل سريع ونرجع نكمل مره تانية مع حضرتكم. برحب بحضراتكم مرة تانية ونجدد التحية بفضيلة الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء. أهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية مولانا. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. معانا على التلفون أستاذة ألاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك، تفضلي. أهلا وسهلا بحضرتك. إيه هو أنا بس كنت محتاجة أسأل الشيخ، أنا دلوقتي موظفة في بنك فكنت بسأل على موضوع الحرمانية، وأنا جزء طبعا من الراتب اللي أنا باخده ده بيكون ناتج من فوائد شهادات من فوائد قروض، لأن هي دي عامة منتجات البنك بيقدمها، فكنت عايزة أعرف هل أنا كده في جزء من فلوسي حرام أو لا،
وكمان انا جزء من التارجت عندي ان انا بعمل دعاوى للناس ان هم يقدروا يعملوا وثائق تامين على حياتهم، في جزء منها تامين على الحياه وجزء استثماري. فبرضه كنت عايزه اعرف انا لما بقفل التارجت ده بيدخل لي برضه مبلغ مالي، فهل هو في حرمانيه او لا؟ حاضر. بس كده. كمان انا شغلي بيدخل فيه قروض، بيدخل فيه قروض اللي هي الائتمان، القروض اللي انا باخد منها فايده وهكذا. تمام، حاضر. سؤال حضرتك وصل وهنجاوب عليه حالا. معانا استاذه سهير. السلام عليكم. أيوة. ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا وسهلا. لو سمحتي يا شيخ، دلوقتي انا معايا ذهب عيار 21 معدل النصاب، يعني هو حوالي 130 جرام، وعيار 18 حوالي 830 جرام. لما اجي اطلع زكاه الذهب دي هجمع بين هطلع على عيار 21 زائد عيار 18 ولا هطلع على النصاب بس؟ هو حضرتك الذهب ده بس خليكي معايا يا استاذه سهير، الذهب ده حضرتك يعني مشغول، يعني هو حليب تلبسيه في البيت وما الى ذلك في المناسبات ولا حاجه تانية؟ لا يا شيخ، هو انا دلوقتي كل ما يبقى مثلا معايا فلوس او حاجه انا بعمل بها كده عشان اشتري شقه، يعني فهو للادخار. الذهب انت مشتريها بقصد الادخار يعني؟ انا طبعا ما بعينش فلوس، بحوله ذهب عشان لو زاد يبقى القصد منه الادخار. مش بتتزيني يعني. بيه يعني يا استاذه سهير؟ مش بتلبسيه للزينه؟ انا والله عايز اخرج من الخلاف يا استاذ، يعني انا عايز اطلع من الخلاف دوت واطلع منه زكاه مالي. حاضر، سؤال حضرتك وصل. طيب نروح ليه استاذ حسن. اول سؤال حكم الاستعاذه من الشيطان الرجيم بعد دعاء الاستفتاح. الاستعاذه من الشيطان الرجيم بعد دعاء الاستفتاح وقبل قراءه الفاتحه وقبل بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات الجهريه جائزه ولا حرج فيها، سواء في الصلاه الجهريه انا جهرت بها يعني قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا جائز، او اسرتها يعني قلت في سري اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعدين قلت بسم الله الرحمن الرحيم وقرات الفاتحه، وفي الصلاه السريه نفس الوضع جائزه ولا حرج فيها، بس هيبقى الاصرار في الصلاه السريه اكد، يعني في الصلاه السريه مش هرفع صوتي بالاستعاذه، فيجوز ولا حرج فيه ان شاء الله. السؤال الثاني الاستاذ حسن بيتكلم عن الحاجز الخشبي، بنشوف دايما في الصلوات بالنسبه لكبار السن يا مولانا بيحطوا اوقات كده هم قاعدين على كرسي وحاطين حاجز او حائل خشبي، حد من المصلين قال له ده حرام. هو اللي بيعمله الاستاذ حسن ده هو ده يعني الشريعه التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لان الاستاذ حسن بيصلي في اخر المسجد زي ما ذكر والإمام في بداية المسجد، فمن المتصور أن في ناس هتمر بين الأستاذ حسن وبين الإمام أو بين الصف الأول أو الثاني، فهو لما يضع هذا الحائل حتى لا يقع المار في إثم المرور أمام المصلي، فهو ما يسمعش كلام الشخص اللي قاله اللي أنت بتعمله ده غلط، ما ينفعش يبقى في الفريضة ويكون في النافلة طالما المسافة بينه وبين الإمام طويلة. الكلام ده لو أنا بصلي خلف الإمام في الصف الثاني ما فيش فاصل بينه وبين الإمام، في الحالة دي مش هحط حائل لأن الصف الأول هو الحائل اللي هيمنع المار، لكن أنا بصلي في آخر المسجد في ناس هتمر فلما أضع هذا الحائل حتى لا يقع المار في الاسم، فده حسن تصرف من الأستاذ. دي السترة، ودي السترة اللي احنا عملنا فيها حلقة قبل كده. صحيح. طب الأستاذة فوزية يعني كانت صايمة يوم من الأيام اللي عليها ونسيت وشربت مية قبل المغرب بربع ساعة، فحكم الدين؟ لا، صيامها صحيح ما فيهش مشكلة، تكمل الصيام. تكمل الصيام، هي بتقول هي شربت ناسية، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله، رزق ساقه الله إليه. مش ده في رمضان بس، لأن احنا عاوزين نوضح النقطة دي. في مشكلة بعض الناس يعني، وهي مش مشكلة بمعنى مشكلة ولكن هو رأي فقهي، إن صيام الفريضة لو الإنسان كل وشرب ناسيا احنا معتقدين إن صيامه صحيح، لأنه يدخل تحت هذا الحديث. طيب في صيام النافلة اللي هو الاثنين أو الخميس أو صيام رجب أو شعبان أو ما إلى ذلك، كتير من الناس بيعتقد أنه لو كل وشرب ناسيا صيامه باطل. هذا الكلام على مذهب الجمهور غير صحيح، الجمهور لا يفرقون بين من أكل أو شرب ناسيا في صيام الفريضة أو النافلة، قالوا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الاثنين، يشمل النافلة والفريضة. السادة المالكية هم اللي فرقوا، قالوا لا، حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منصرف إلى صيام رمضان الفرض، فالصائم في رمضان لو أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فصيامه صحيح،
لكن في صيام النافلة اللي هو صيام 6 من شوال مثلا اللي بعد رمضان على طول، قالوا لا الصيام بتاعه باطل. ليه؟ قالوا ان دي نافلة يستطيع الانسان ان هو يعوضها في اي وقت، اما رمضان البركات والتجليات لا تقضى. بس الاستاذة فوزية هي بتقضي يوم، فهي مش داخلة معنا في الخلاف، يعني هي صيامها صحيح على مذهب الجمهور ومش داخلة معنا في هذا الخلاف. يعني اللي بيقضي ايام من عليه ونسي وشرب او اكل يكمل صيامه، صيامه صحيح وما عليهش مشكله خالص. اما اذا كان نوافل فلا، فالصلاه هنا فالصيام هنا صحيح على الجمهور، على مذهب المالكيه غير صحيح. طب بس هناخد بأنهي رأي؟ احنا بنفتي بمذهب الجمهور لان الاقوى صحيح والايسر، فصيامه صحيح ان شاء الله. أستاذة ألاء هي موظفة شغالة في بنك، فبتعمل شهادات استثمارية وبتعمل قروض، وكمان عندها زي تارجت كده في اليوم، تأمين على الحياة. تأمين على الحياة، بتاخد منه نسبة من الفلوس لو وصلت للتارجت أو لتحقيق الأهداف دي. هي ليها أكتر من سؤال. أول سؤال، حكم العمل في البنك إيه؟ يا أستاذة ألاء، العمل في البنك جائز ولا حرج فيه، يعني شغل حضرتك اللي بتشتغليه ده حلال، حلال وما فيهش مشكلة إطلاقا، والمال اللي حضرتك بتاخديه المرتب الشهري جائز وما فيهش شبهة الربا من أي وجه من الوجوه. السؤال الثاني، هي بتقول أنا من طبيعة شغلي إننا يعني برغب الناس في التأمين على الحياة وبتاخد مكافأة على هذا العمل. صحيح. أولا، التأمين على الحياة جائز ولا حرج فيه، وتعاونوا على البر والتقوى، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بهذا التعاون. فكون حضرتك بترغب الناس في هذا التأمين فهذا العمل جائز، والمكافأة اللي جاية كمان جائزة. طيب السؤال الثالث، هي بتقول من ضمن الأعمال التي يعني يديرها البنك أو يقوم بها إن في قرض، سواء تمويل أو استثمار أو ما إلى ذلك، فهي عندها شوية أموال ربما تأتي من هذا العمل. كل هذه الصور اللي حضرتك بتكلمي عليها إحنا بحثناها في دار الإفتاء المصرية وعملنا فيها فتاوى منفصلة كمان ومطولة ومنشورة على موقع دار الإفتاء المصرية، والفتوى استقرت على أن العمل في البنك وأخذ الأرباح والفوائد الشهادات الاستثمار وما إلى ذلك كل ده جائز. فأنا بقول لحضرتك شغلك في البنك حلال وما فيش مشكلة إن شاء الله تعالى. معنا أستاذة أمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك، اتفضلي. أسأل حضرتك شيء؟ طبعا. يا فضيلة الشيخ لو سمحت حضرتك بالله عليك دليني أعمل إيه في المشكلة اللي أنا فيها دي. أنا كان لي أخ اشترى من زوجي حاجة، واتضح لنا بعد ما احنا بعناها له ان هو اشتراها بسعر رخيص جدا، بمعنى اصح كده ان هو ضحك عليه فيها. فدلوقتي هو مسبب مشاكل بينه وبين زوجي، مشاكل جامده جدا، وكل يوم نتخانق وكل يوم نعمل مشاكل مع بعض، ويقول لي كلام وانا ارد عليه بالكلام. هل يجوز ان انا اقاطعه اهلي؟ السؤال الثاني بقى، ردي لزوج ده لما بيقعد يزعق لي وانا ارد عليه بنفس الاسلوب وبنفس الطريقه، برضه حرام عليه ولا مش حرام؟ واعمل ايه؟ بالله عليك دلني، بالله عليك يا شيخ. حاضر حاضر حاضر، شكرا لحضرتك. معانا استاذ احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته، واهلا بحضرتك. مساءكم وكل اوقاتكم بكل خير حضراتكم وفريق العمل والاستاذ الدكتور العالم الجليل ضيف حضرتك. اهلا بيك، اتفضل. نفعكم الله بما تعلمون وزادكم من فيض علمي. اهلا بيك، اتفضل. مع حضراتكم احمد عروج من غرب شبرا الخيمه. عايز بس اسال الاستاذ الدكتور الفاضل يفيدنا بس عن حكم الشرع في السمسره. السمسره اللي هو الحصول على العموله مقابل بيع وشراء كوسيط. وما هي الشروط الواجب توفرها في السمسره حتى تكون مطابقه للشرع، شرع الله عز وجل وسنه نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم. الصلاه والسلام. حاضر يا فندم، اي سؤال تاني؟ شكرا جزيلا يا استاذه، جزاك الله خير. شكرا يا استاذ احمد. استاذن فضيلتك يا مولانا نرد على اسئله مشاهدينا الكرام لكن بعد الفصل. برحب بحضراتكم مره تانية، وفي انتظار اسئله حضراتكم او مشاركتكم على الارقام اللي هتظهر حالا على الشاشه او من خلال صفحه قناه الناس على الفيسبوك. معانا دلوقتي الاستاذه سهير، وكانت بتسال فضيلتك يا مولانا عن الذهب. هي ما شاء الله عندها عيار 21-130 جرام وعيار 18 برده 130 جرام، وبتسال عن الزكاه تطلع ازاي. احنا عندنا الذهب لو المرأة بتشتريه بقصد التزين، جمهور الفقهاء بيقول أن هذا الحلي لا تجب فيه الزكاة. ويبدو أن الأستاذة سهير يعني سمعت هذا الكلام، فعشان كده بتقول أنا عايز أطلع من الخلاف. يا أستاذة سهير خلي بال حضرتك،
احنا لما بنذكر هذه الاحكام هذا يعني مراد الله سبحانه وتعالى في خلقه. انت عاوزه تاخذي بالورع فده حكم خاص لحضرتك، لكن قول الفقهاء ان حلي المراه الذي يعني يتم شراؤه بقصد التزين لا تجب فيه الزكاه، المراه التي تلتزم بهذا لا تاسم شرعا، يعني ما فيش صفر اسم خالص اطلاقا. طيب هنمشي مع الصوره الثانيه اللي هي ايه؟ هي اشترت الذهب ده بقصد ايه؟ الادخار، انها هتستثمره. في الحاله دي لو الذهب ده مر عليه حول هجري اللي هو سنه قمريه اللي هي شعبان رمضان شوال وما الى ذلك، وبلغ النصاب اللي هو 24 جرام 85 جرام من الذهب عيار 21، في الحاله دي هتطلع كام؟ 2.5%. يبقى لازم الذهب ده اللي عندها يمر عليه سنه يكون بالغ للنصاب اللي هو 85 جرام، في الحالة دي تطلع 2.5%. لما تطلع 2.5% هتديهم للفقراء والمساكين ولا إثم عليها. طب وعيار 18؟ ما هي هتجمع بقى، هتجمع الاثنين؟ هتجمع الاثنين، ما هو كله ذهب وكله ذهب مدخر، ما فيش جزء منه للزينة. أقصد أقول إن عيار 21 بيختلف عن عيار 18؟ ما هي هتبص حضرتك هتعمل إيه؟ هتجمع الذهب اللي عندها، لو وصل الذهب ده 85 جرام هتطلع 85 جرام هتطلع عليه 2.5%. أيا كان نوع الذهب طالما هي اشترته بقصد إيه؟ الاتجار مش التزين. جميل، يعني تجمع الاثنين مع بعض. تجمع الاثنين وتطلع 2.5% لما يبلغ 85 جرام ويمر عليه إيه؟ سنة هجرية. أستاذة أمل الحقيقة كان ليها أكتر من سؤال، خناقة بينها وبين أخوها، الزوج تدخل وكان يعني سبب أن الأخ ده يوقع أخته في مشاكل مع زوجها، فهي بتسأل فضيلتك ينفع تقاطع أهلها عشان جوزها؟ أبدا إطلاقا، لم يقل بهذا أحد من الفقهاء في القديم ولا في الحديث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إن هي تقطع العلاقة التي بينها وبين أهلها بسبب زوجها. هي تحاول تحل المشكلة، هي لما تعمل قطيعة هي كده بتعمل إيه؟ بتزود المشكلة، بتزود الصدام اللي بين أخوها وبين زوجها. لكن الأفضل إن هي تحل المشكلة، تشوف سبب المشكلة إيه وتحلها. لكن المقاطعة لا، حتى لو زوجها أمرها بهذه المقاطعة لا يجوز لها في هذه الحالة إنها تسمع كلام زوجها، لأنه بيأمرها بإيه؟ بمعصية. وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن قطيعة صلة الرحم، ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم الرحم معلقة بعرش الرحمن، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. فلا تعمله ده حرام شرعا. لا، هي ما تقطعش، بل عليها إنها تزيل المشكلة اللي بين زوجها وبين أخوها وتصل رحمها في نفس الوقت. معنا أستاذة مجد على التليفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذة زينب. أهلا بحضرتك، اتفضل. أهلا بحضرتك، زي الشيخنا الفاضل. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ابني مع في زكاة مال عايز يجيب بيها خروف ووزع، يجوز؟ تمام، حاضر حاضر، شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك يا فندم. معنا أستاذة نهلة. طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلي. دلوقتي أنا أعلم بحضرتك، ممكن أكلم فيك؟ طب نوطي التلفزيون عشان حضرتك تسمعينا من التليفون كويس. دلوقتي أنا أيوة ماشي. دلوقتي أنا قاعدة في بيتي وحماية توفى على إيدي، وهو كان في جيبه 5000 جنيه، وانا ظروفي صعبه جدا جدا جدا. فما ما خدتهمش، اهلهم اهل اللي خدوهم ولاده. انا دلوقتي شيء يعني حتى في دماغي اللي انا ليه ما خدتهمش، ليه ما خدتهمش اتصرفت بيهم كده. انا ايه ظروفي عند ربنا، يعني ربنا يزعل مني ولا كده؟ يعني هو حضرتك بس يا استاذه نهله، حضرتك خدت الفلوس ولا سلمتيها للورثه؟ لا، الورثه اللي سلمتها لها. سلمتيها للورثه. طب سؤال حضرتك ايه دلوقتي؟ لا، سلمتها للورثه. تمام. سؤال حضرتك ايه يا فندم؟ انا عايز اعرف يعني انا ربنا كده، انا كده ربنا زعلان مني اللي انا عملت كده ولا لا؟ انا ان حضرتك اديت الفلوس للورثه يعني؟ طيب. بس انا على طول بفكر ليه ما خدتهاش، ليه ما خدتهاش على طول كده، الشيطان في دماغي. حاضر حاضر يا أستاذة نهل، شكرا لحضرتك يا فندم.
طيب نروح للسؤال التاني لأستاذة أمل، بترد على جوزها الكلمة بكلمة. اللي بتعمله ده حرام شرح. شوف احنا في البداية في السؤال الأول قلنا ما ينفعش انك تقطعي صلة الرحم اللي بينك وبين أهلك، حتى لو جوزك حتى قالك. لو الزوج أمرك. وفي السؤال ده بنقولها اللي انت بتعمليه حرام. ليه؟ لأن حق الزوج يعني عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم، ما ينفعش ان الزوجة ترفع صوتها على زوجها. هي بتقول هي بترفع صوته صوتها وبترد عليه الكلمة بكلمة والمشاكل بتبقى كبيرة. هذه ليست الحياة الزوجية التي أرادها الله سبحانه وتعالى والتي فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول حاجة ما ترفعيش صوتك على زوجك. لو في مشكلة نقعد نتكلم بالراحة ونحل المشكلة بكل هدوء، لكن أرفع صوتي هو يرفع صوته، إحنا دخلنا في مشكلة أكبر، المشكلة مش هتتحل. فأنت ما تنفعيش صوتك ولا هو يرفع صوته. إحنا الاثنين مأمورين بالمعاملة الطيبة التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى. جميل. أستاذ أحمد كان بيسأل فضيلتك حكم الشرع في السمسرة، السمسرة حلال ولا حرام؟ السمسرة جائزة شرعا ولا حرج فيها بالشروط اللي طلبها الأستاذ أحمد، عشان هو طلب شروط. أول حاجة الشيء اللي هيتم فيه السمسرة يبقى شيء مباح حلال، ما تبقى السلعة محرمة شرعا، ده أول شرط. تبقى سلعة إيه؟ حلال مباحة. الشرط الثاني إن إحنا نلتزم بالشروط التي اتفقنا عليها، يعني اتفقت أنا وهو على كذا وكذا وكذا، هنتفق بهذه الشروط. ليه نلتزم بالشروط؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمين عند إيه؟ شروطهم. الشروط اللي احنا إلا الشرط اللي هو يحل الحرام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. الأمر اللي بعد كده إن هذه المعاملة أو السلعة ما يكونش فيها مخالفة للقوانين واللوائح التي تنظم مسألة البيع والشراء، يعني ما يكونش محظور إن الإنسان يتعامل في مثل هذه الأمور. لو التزم بهذه الشروط فالسمسرة جائزة شرعا ولا حرج فيها. أستاذة ماجدة بتسأل فضيلتك يا مولانا عن زكاة المال، ينفع تخرج بشكل غير الفلوس؟ يعني زي ما ابنها عاوز يجيب خروف ويذبحه ويوزعه على الغلاب. هو الأصل عندنا في إخراج زكاة المال يعني أن تخرج مالا. ليه تخرج مال؟ الفقير ربما يكون محتاج للمال أكتر من اللحمة. صح. اللي هي ذبح الخروف. صح. عاوز يدفع إيجار الشقة بتاعته، عاوز يدفع مصاريف أولاده في المدرسة، عاوز يشتري أكل وشرب لأولاده. فليه أنا كإنسان بطلع الزكاة ألزم الفقير بأمر معين في الطعام والشراب؟ لا، الأفضل إن أطلع الزكاة مال، والفقير هو أضرب الحاجة بتاعته، هو اللي شايف أنا مصلحتي فين. لكن في بعض الحالات ربما يعني يبقى من مصلحة الفقير إننا أعطيه لحمة. أنا عارف واحد مثلا من جاري قريبي الفلوس بياخدها يصرفها في أمور غير مباحة، وتارك أولاده وزوجته من غير طعام وشراب، ولو اديته فلوس مش هيشتري بها أكل وشرب. في الحالة دي لا، ينفع اديله لحمة، لأننا كده بعمل اكتفاء ذاتي للأسرة. معانا أستاذة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ممكن حضرتك عايزه اسال الشيخ سؤال؟ اتفضلي. عايزه اقول له ان انا يعني تعبانه، عندي 55 سنه. ربنا يدي لحضرتك الصحه يا رب. ربنا يديك الصحه حبيبتي. عايزه بقى اساله، بتوضى وانا قاعده على القعده في الحمام، يعني انا ايوه يا حاجه فاطمه. ماشي. نعم الصوت راح، معلش اتفضلي. ايوه حضرتك بتتوضي وحضرتك قاعده؟ بس بقى غطي القاعده وبقعد عليها. تمام. واتوضى، فدي فيها حاجه يعني فيها حرمانيه؟ حاضر، ربنا يدي لحضرتك الصحه يا رب. حاضر. وسؤال ثاني لو سمحت. طبعا اتفضلي. معلش، انا عندي عيل يتيم، انا جايباه عنده 8 سنين. ماشي. هو يربي يعني، بس ابوه توفى ووالدته، فانا جبته بربيه. هو دلوقتي بقى عنده 12 سنه، بس عمو بيديني 1000 جنيه في الشهر. للأسف يعني الخط قطع. يعني أستأذن حضرتك تحاولي مرة تانية تتصل بينا يا حاجة فاطمة. أستأذن حضرتك مولانا نخرج إلى فاصل سريع ونرجع نكمل مرة تانية مع حضرتك. بنرحب بحضراتكم مرة تانية ونروح لأستاذة نهلة. نهلة
عندها احساس بالذنب او تانيب الضمير. هو حماها مات على ايديها، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب، بس كان معاه 5000 جنيه ودايما دايما تفكيرها بيجيبها ويوديها، هي ليه ما خدتش الفلوس دي وهي احق بالفلوس دي، لان حالتها الماديه مش احسن حاجه. وكلمه احق بالفلوس دي كلمه شائعه وخطا، لان هي اللي عملته هو الصح، التصرف اللي قامت بيه ده هو الصح. انا مش عارف هي يعني سؤالها في مساله الاسم جاي من فين. هي زعلانه ان هي ما خدتش الفلوس. مش من حقها تاخد الفلوس ليه؟ لان المال ده بمجرد انتقال حماها عليه رحمه الله تعالى اصبح ميراث، وهي ليست من الورثه. الورثه زوجته لو كانت موجوده واولاده وما الى ذلك. هي زوجة ابنه، وبالتالي هي مش من ضمن الورثة. اللي عملته صح ولها الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. لو كانت خدت الفلوس خبتها عن الورثة آسمة بقى. كانت هتبقى آسمة شرعا ساعتها ويجب عليها أنها ترد المال إلى الورثة الشرعيين. يعني هي تهدى، يعني هي الشيطان بس ده هي اللي بتعمله صح، وتذكر ربنا وتصلي على سيدنا النبي كثيرا عشان الوسواس ده يمشي من عندها. طيب الأستاذة فاطمة يعني ربنا يديها الصحة والعافية يا رب، هي تعبانة مريضة فبتتوضى وهي قاعدة، ده صح ولا غلط؟ اللي بتعمله حلال وصحيح 100%. لم يشترط الفقهاء في مسألة الطهارة من الحدث اللي هي الوضوء ان الانسان يبقى واقف، لا، واحنا بدأنا الحلقة بالتيسير، فهي طالما بتجلس وتقوم بغسل اعضاء الوضوء وهي جالسة كل ده صحيح، والوضوء بتاعها صحيح ولها الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. الحاجة فاطمة كمان جميلة جدا، يعني هي بتربي طفل يتيم كان عنده 8 سنين وبتصرف عليه، فبتسأل فضيلتك يا مولانا هل كده ليها أجر وثواب من باب كفالة اليتيم؟ هو يعني اللي يسأل على الوضوء بهذه الطريقة والصلاة والحرص مع يعني كبر السن لازم يعني يصدر منه هذا الأمر اللي هو كفالة إيه؟ اليتيم الصغير. طبعا هيبقى ليك الثواب، هي معتقدة عشان عم الولد بيديها مبلغ شهري فهي بتصرف الفلوس عليه، فكأنها عايز تقول أنا ما عنديش فلوس أصرفها، فهو يدوب المبلغ اللي جاي أنا بنفقه على الولد. 1000 جنيه برضو مش هيكفي الولد كأنها يعني. فهي عايز تقول هل المجهود البدني اللي هو مراعاة الطفل، المجهود البدني، تحضير الطعام، الملابس، العناية بالولد، الحديث، الجلوس، هل المجهود ده يكون له ثواب عند الله؟ هذا له ثواب كبير وأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك في حضرتك يا حاجة فاطمة. معنا أستاذ محمد على تليفون. السلام عليكم يا أستاذ محمد. أي فندم، السلام عليكم. أهلا بحضرتك، تفضل. انا عايز بس اسال، بنتي توفى زوجها من اسبوعين، الله يرحمه، ربنا يرحمه يا رب، وبتقول هي في البيت هي والعيال، وانا عايز اخدهم من عندي من بيت عندهم يقعدوا في البيت معايا انا لوحدي، زوجتي متوفاه برضو، ربنا يرحمها، تفضل. فبتقول لا انا بفضل ان نسال في هذا الامر يعني. تمام، حاضر. هو لسه متوفي ولا يعني أسبوع. متوفى لسه من اسبوعين، 10 ايام كمان، ربنا يرحمه ويصبرك. والله الله يرحمه، الله يرحمه. حاضر يا استاذ محمد، حالا، شكرا لحضرتك. معانا استاذ محمد. اهلا بيك. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. انا بس عايز اسال فضيله الشيخ. اتفضل يا استاذ. مع حضرتك، سامعينك. طيب عايز اسال فضيله الشيخ ان انا عندي شغل محتاج مواد، فعاوز اعمل قرض بالبنك، حرام ده ولا حلال؟ حاضر يا استاذ محمد، حالا، شكرا لحضرتك. طيب استاذ محمد، ده جوز بنته توفى، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب، عايز ياخدها وياخد الاولاد ويعيشوا مع بعض. هي الزوجه بتتكلم في مساله العده، هي عارفه ان المراه التي يعني بينتقل زوجها العده بتاعتها 4 شهور و10 ايام بالشهور الهجريه مش الميلادية، ففي هذه الفترة المرأة الأصل إنها تجلس في المسكن الذي يعني توفي فيه الزوج أو وصلها خبر وفاته فيه، اللي هو لو ليه مسكن في مكان ومسكن في مكان آخر. هذه الفترة جلوس المرأة في مسكن العدة عبادة، جلوس المرأة في فترة العدة عبادة. الفقهاء لما تكلموا على مسألة العدة قالوا هي فترة تتربص فيها المرأة، يعني بتجلس فيها للتعبد. التعبد معناه إيه؟ إن ربنا أمرها إنها تمكث هذه المدة، فده المقصود من التعبد. فمجرد الجلوس ده هي ليها ثواب وأجر من الله سبحانه وتعالى. طب ينفع تنتقل من هذا المسكن
إلى مسكن آخر، يعني تروح تقعد مع والدها. لو كان المسكن آمن وكل وسائل الراحة موجود، الأصل أنها تفضل تظل في مسكن العدة. طيب لو كان المسكن ده غير آمن وهي صغيرة مثلا في السن وأولادها وأولادها صغيرين في مكان يعني خارج المدينة، والدها خايف عليها من السرقة أو الاعتداء أو ما إلى ذلك، يبقى في الحالة دي هتنتقل من أجل إيه؟ الضرر، هيصيبها ضرر، والشرع لا يقبل الضرر على أي إنسان. لكن لو المسكن آمن واستطاع والدها إن هو يروح يجلس معاها، خاصة إن هو بيقول إن زوجته انتقلت فهو يروح يقعد معاها هذه الفترة، فهذا أفضل ويكون لها الثواب والأجر من الله تعالى. اللهم آمين. طب أستاذ محمد عاوز يدخل مشروع ومحتاج فلوس وعاوز يعمل قرض من البنك، حلال ولا حرام؟ وإحنا ده بنسميه استثمار، أخذ مال من أجل الاستثمار، إن أنا هاخد المال ده وهستثمره في التجارة بتاعتي ووسع التجارة وخلي ناس تشتغل معايا. فالفتوى عندنا في ضريبة المصرية أن هذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. أنا بشكر فضيلتك، شكرا جزيلا. شكرا مولانا لحضرتك. فضيلة الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بضريبة المصرية، حضرتك شرفتنا ونورتنا يا مولانا. مشاهدينا الكرام بشكر حضرتكم على حسن المتابعة وأشوفكم على خير بإذن الله.